مسكني والدراجي وبو عزي في الخط الثاني وراد رمان خلى ملاعبيه الملعب التونسي يعملوا برشا اخطاء، والفوته هذه قريبه وقتيره ممكن يوصل. خليل شمام كره اختيار عارضه على عارضه من خليل شمام، ممتازه جدا المخالفه وتصدي الحارس رامي جريدي. خليل شمام بسقوا اليسار اربع ملاعبيه قدام الكره موه على الحارس ربما، لكن خليل شمام فوق جدار السد بتاع الملعب التونسي يحط كره في بقعتها. سيف الله حسني طويله يبحث عن محمد السيفي، كره خطيره في الظهر ممتازه جدا وممتازه جدا التصدي من معز بن شريفيه، كره خطيره وكره في العمق من سيف الله حسني في اتجاه محمد السليتي وتألق الحارس معز بن شريفيه. ولقطه توضح الامكانيات العريضه نتاع محمد السليتي، ان شاء الله في الاعاده نشوفوا لقطه ممتازه جدا على مستوى الكنترول ترويض الكره ولانشينمون، حط الكره قدامه مسيح الكره نتاع 40 متر يحط الكره بالكنترول في مواجهه بن شريفيه اللي تألق في اللقطه الاخرى. هذا الملعب التونسي تحافظ بالدفاع وكره في العمق في اتجاه السليتي، محاوله كبيره للستاد. هاريسون افول في اتجاه درامان، وجدي بوعزي على الجهه اليمنى يوزع وتضرب الكره في ايمن العياري، شغل كبير ينتظر في ايمن شوف العياري. شوف الكنترول ممتاز حلو برشا الكنترول بالساق اليمين، حاب يعمل لونشينمون، شوف الكنترول حط الكره قدامه وحتى بساقه اليسار، تدخل الهيشري مع تدخل معز بن شريفيه دقيقة لعب ما فماش وتقريبا ولا فرصة كبيرة افار البلاريتي، كرة شمام اللي رامي جريدي تألق فيها ما فماش كرة مستعملة نقدر الترجي انه يكون منها خطير. هذه كرة خطيرة وممتازة جدا تصدي من رامي جريدي، تصويبة ممتازة من يوسف المساكني ورامي جريدي في تغيير اعادة للتصويبة، تصويبة يوسف المساكني والتصدي ممتاز على طريقة حراس كرة اليد قوية برشا بسيق اليمين قوية برشا كان في 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 وسط تعود محمد السليتي يوسف المساكني مقطوع هذا وجوب للترجي، يوسف المساكني يوسف بن خالد القربي لا يوسف المساكني خالد القربي، اريسون افول على الجهه اليمنى يطوف الكره خالد القربي الى اسامه الدراجي ممتاز في اتجاه اريسون افول والمطالب بضربه جزاء، لكن مراد بن حمزه اذا امامكم بنك بدلاء الترجي الرياضي، الترجي يضغط الترجي يبحث عن افتتاح النتيجه في هذه اللحظات. اريسون افول خالد القربي وليد الهجري هذا مجدي تراوي، مجدي تراوي بنانا يا بنانا معاوض بن منصور يبحث عن درامان، درامان ممتاز جدا العملية، درامان وهذه كرة خطيرة والهدف على الأرض غريبة غريبة من المهاجم المالي درامان تراوري، ولقطة توضح الإمكانيات العريضة لدرامان بصراحة، شوف الفنيات شوف المهارة، حبة تسديد كرة ما حبتوش لكن جات قدامه بالإكستيريور بساقه اليسار، حب يباغت رامي جريدي تضرب على القائم وترجع الكرة قدام الحارس، لكن شوف الكرة هنا بخارج الرجل، الملعب التونسي محظوظ في اللقطة هذه لأنه درامان عمل كل شيء حط الكرة في بقعتها، لكن القائم اليمين بتاع رامي جريدي يعود لمساندة خط الدفاع، هجوم عكس بسرعة إلى اتجاه وجدي بوعزي، وجدي بوعزي طويلة في اتجاه كان يبحث عن يوسف المساكني لكن مقطوعة من محمد الشيرني، كالعادة الكرة بحوزة لاعب الترجي، أريسون أفول يوسف المساكني ممتازة جدا من يوسف، يوسف رائع يوسف ممتاز، يوسف شي صوب يوسف تصويب جدا العملية، هدف رائع هدف ممتاز من يوسف المساكني، الهدف الاول للترجي تقريبا حركة رائعة من يوسف المساكني. سمير شوف اللقطة الفنية كنترول ساعة خارق للعادة ثم تمويه بالساق اليسار، كروشي يدخل الاكسي حل الزاوية بساقه اليمين قعد يستنى في الزاوية تتفتح وسد التسديدة ممتازة جدا، ما نجم يعرفها او يعرف سرها الا المساكني، شوف الترويض ممتاز التمرير من لون المراوغة على اكرم معتوق واحد ضد واحد يحل الزاوية، هنا المساكني يستنى في الزاوية تتفتح يموه يدخل الاكس ويشوط، رامي جريدي ما نجم يعمل حتى شيء والمساكني ياكد الامكانيات الفنيه الكبيره للاعب الواعد هذا، واحد بشيء للترجي الرياضي، قلنا انه الملعب التونسي غير قادر انه يقف في اتجاه اكرم معتوق مع خليل شمام، ممتاز خليل شمام، كره لخالد القربي، خليل شمام يصعد خليل شمام، هذا هجمه للترجي، الترجي خطير في الهجومات
درامان او ممتاز جدا درامان درامان تراوري وجدي بوعاز ياريسون افول على الجهه اليمنى اريسون افول يبحث عن درامان لكن كره تعود من حمزه زكار كره لخالد القربي خالد القربي الى وليد الهجري وليد الهجري الى اسامه الدرجي يحافظ على التوازن نتاعو في الميليتيرا والدفاع يلعب مع الاسبيرونس لكن يحاول انه يجازف نوعا ما اربع تعادلات هذا الكل يخلي الترجي في المرتبه الاولى ب 40 نقطه الترجي هجوم الترجي سجل 30 هدف في حين قبل كان 13 ارقام تاكد قوه ماكينه هجوم الترجي درامان في اتجاه وجدي بوعازي يعود القربي ممتازه جدا في اتجاه اريسون افول اريسون يوزع اريسون في اتجاه درامان ممتاز رامي جريدي وبانكوكو في عمليه عكس الهجوم لكن ممتاز وجدي بوعازي التصويب مره اخرى كره هذه خطيره لكن غريبه من يوسف المساكني يوسف المساكني خذاهم تقريبا فما سيطره الملعب التونسي ماهوش قاعد في نص الملعب يلقى في التوازن نتاعو او ربما فريق الترجي في القطاع الاوسط نتاعو خذا نوعا ما اكثر فاعليه فالملعب التونسي مطالب انه يتماسك اكثر في نص الملعب وخاصه يمسك الكره لانه الترجي قاعد متحكم في سير المباراه تقريبا بصفه كليه 36 دقيقة لعب النتيجة ما زالت تشير إلى تقدم الترجي هدف لصفر حمل توقيع يوسف المساكني كرة في اتجاه أسامة الدراجي كالعادة الترجي في الهجوم أريسو أفول ممتاز درامان وجدي بوعازي فرصة الهدف الثاني وتدخل حمزة زكار على اليسار الدراجي درامان شوفوا اللقطة الفنية حتى الكرة حب يعمل الدريبل لكن قاق الترجي يسرع في اللعب خالد القربي يغير وجهة اللعب في اتجاه بنانا يا بنانا وصلنا اعزائي المشاهدين دقيقة الـ40 والترجي متفوق في الاداء وفي النتيجة خليل شمام في اتجاه درامان هذه كرة خطيرة درامان حذاري من تصويبه هذه خطيرة ممتازة جدا الهدف الثاني الهدف الثاني للترجي قلت حذاري من التصويبين والرد ياتي من هجوم الترجي والهدف الثاني عن طريق مجدي التراوي ممتازه جدا العمليه وهذا اللي قلناه شوف درامان خلى الكره لمجدي كيما جات كونتري الكره ضربت في دفاع الملعب التونسي حمزه زكار يلمس الكره تدخل للشبكه يعادل اللقطه بساقه اليمين اللاعب مجدي التراوي كونتري الكره في دفاع غلطه رامي جريدي وتسدد الهدف الثاني تقريبا كنا نستناو فيه لانه الترجي بعد هدف المساكني في الدقيقه 29 ما رجعش للخلف الترجي استحق هذه الاسبقيه في الشوط الاول افول اريسو افول يعود الى وليد الهيشري الترجي كالعاده متحكم في اللعب مجدي التراوي الى خليل شمام على الجهه اليسرى يعود الى خالد القربي بنانا متحكم بالترجي في الريت قاعدين يجريوا في ملاعبية الملعب التونسي وهذا يتعب بدنيا يضر هذا في اخر اللقاء ما تضغط على بصفه جماعيه ولا ما تضغطش فما الملعب التونسي يضغط بطريقه فرديه وهذا مش باهي هذه كره خطيره في اتجاه اريسون افول ممتاز في اتجاه درامان والهدف الثالث للترجي عن طريق اسامه الدراجي ممتازه جدا العمليه خالد القربي يتسرب على الجهه اليمين تمريره للاعب اريسون افول وفي طبق لدرامان تصدي اول من الحارس المجريدي ثم كره سهله بالنسبه لاسامه المرور على اطراف افول خطير برشا وهذا قلناه عنده الحريه في التنقل فوق الملعب يستغل المساحات وبالتالي سرعه افول حط الكره قدام درامان بلقطه فنيه بالاكستيريور حاب يمسها لكن رامي رجعها رامي جريدي شكون يلقى في الكره الثانيه يلقى اسامه الدراجي اللي يصطاد الكره ذي قدام بهت الدفاع الملعب التونسي ويسجل الثالث قلنا انه سيناريو منتظر نظرا لمردود متميز للتراجي ونظرا لمردود محير او مردود دفاعي مبالغ فيه للملعب التونسي هي الفرديه الامكانيات الفرديه نتاع الملاعبيه عملت الفرق الى حد الان لانه دراجي مساكري في وسط الملعب بين ثلاثه ما يضيعوهاش على عكس الملعب التونسي تضيع الكره بسرعه هذا نوعا ما عمل الفرق هذه كره في اتجاه درامان تراوري وسام الدراجي كره خطيره وتدخل من حمزه زكار بلال يكن وبان كواكو الى بلال يكن لكن مقطوعه كره في اتجاه الدراجي ومطالبه مخالفه لكن الحكم مراد بن حمزه
يعمل مواصلة اللعب في الكرة في اتجاه محمد السليتي، لكن معزول محمد السليتي في اتجاه خليل شمام. خليل شمام يوسف المساكني كالعادة، يوسف المساكني مهندس عملية الترجي. خليل شمام هذا ممتاز التوغل، تصوير والكرة، كرة ممتازة جدا من الأول للترجي في المباراة هذه. هدف رائع رائع جدا من يوسف المساكني. أسامة الدراجي في وسط الميدان، ممتاز أسامة الدراجي كالعادة، فنيات عالية للاعب هذا. أسامة الدراجي كالعادة يحافظ على الكرة في اتجاه يوسف المساكني. يوسف المساكني يعود إلى يا بنانا من الرابطة بالمقابلات، لكن رغم غياب معلول فن الترجي منتصر بثلاثية إلى حدود دقيقة الثانية والخمسين. أسامة الدراجي جميع الأصعدة، خاصة شفنا في الشوط الأول نسبة خاصة خاصة الإمكانيات الفردية الفنية الفردية الامكانيات الفرديه نتاع الملاعبيه عملت الفرق الى حد الان، لانه دراجي مساكري في وسط الملعب بين ثلاثه ما يضيعوهاش، على عكس الملعب التونسي تضيع الكره بسرعه، هذا نوعا ما عمل الفرق. هذه كره في اتجاه درامان تراوري، اسامه دراجي كره خطيره، تدخل من حمزه زكار، بلال يكن وبان كواكي كواكو الى بلال يكن، لكن مقطوعه كره في اتجاه دراجي ومطالبه مخالفه، لكن الحكم مراد بن حمزه يعمل مواصلة اللعب في الكرة في اتجاه محمد السليتي، لكن معزول محمد السليتي في اتجاه خليل شمام. خليل شمام يوسف المساكني كالعادة، يوسف المساكني مهندس عملية الترجي. خليل شمام هذا ممتاز التوغل، تصوير والكرة، كرة ممتازة. ما رجع السيناريو كما العادة، السيطرة رجعت للترجي الرياضي، الإمكانيات الفردية اللي نتاع اللاعبين نتاعو، الضغط العالي على ملاعبية البقلاوة خلاتهم يعملوا عديد من الأخطاء، وبالتالي الضغط رجع للإسبيرانس في دوزيام ميتون. كرة ستعود ركنية للترجي في التنفيذ، خالد القربي سلاح الترجي، كرة ثابتة، كرة خطيرة تعود من حمزة زكار. الترجي في الهجوم، الضغط خالد القربي، خالد القربي ممتاز جدا العملية، خالد القربي إلى مجدي تراوي، مجدي يوزع مجدي، وكرة وردت على العارضة، وكرة مرة أخرى تبقى خطيرة الترجي، والتصويب خالد المولي، والركنية، ركنية كرة أخرى على العارضة للترجي. ديمونستراسيون بصراحة، ديمونستراسيون في اللعب الجماعي والتفاهم بين الملاعبية هذه في آخر لقطة، مجدي باش يقول لمين يحط الكرة، كرة دوفي بالراس من أسامة الدراجي خطيرة ياسر، على القائم اليسار رامي جريدي، لكن على المستوى الجماعي واضح أنه تفاهم كبير ياسر بين اللاعبين، ولا يتفاهموا بين بعضهم، كل لاعب يلقى الملاعب يلقى الحلول يلقى التمرير في التوقيت المناسب. عاد اللقطة الدراجي مسها بالراس، كمل ترونجمون تاع الكرة، أسامة الدراجي ضربت على القائم اليسار ورجعت، عاود حاول مرة أخرى على المستوى الجماعي للتسديد لمولي كورته لبرا. توضح اللقطة الملعب التونسي يحاول العودة في النتيجة رغم أن صعوبة المهمة والحضور الكبير للترجي الرياضي في المباراة هذه وفي الدربي رقم 110 بين الترجي والملعب التونسي. يوسف المساكني، شوفوا مراوغات يوسف المساكني، شوفوا ممتاز يوسف المساكني، والتصوير، الهدف الرابع، الهدف الرابع للترجي يوسف المساكني. حقيقة أبدع هذا اللاعب، أبدع يوسف المساكني في مباراة اليوم بدون تعليق بصراحة، بدون تعليق. الصورة وحدها تتكلم، ثلاثة أربعة ملاعبية الدريبل ويمشي يربح في الملعب، يعني فما ملاعب يعمل الدريبل في بقعد، ولكن المساكني الكنترول والدريبل فسخ ثلاثة ملاعبية. الكنترول الثاني جهز للتسديد، يبعد عن المدافعين يهز راسه بساقه اليمين يشوط الكرة في بقعتها، رامي الشريدي ما نجم يعمل حتى شيء رغم أنه حاول الكرة هذه. المساكني باللقطة الأولى نتاع هدفه الأول باللقطة هذه يوري ويظهر أنه ملاعبي من طراز عالي جدا. إعادة اللقطة حلوة برشا، المدافعين يتبعوا الدريبل بوزيتيف يمشي لقدام ربح به الملعب، فسق به ثلاثه ملاعبيه وسدد النتيجه تغني عن كل تعب. السليتي محمد السليتي امام خمسه لاعبين، خمسه ملاعبيه، وشوف المسانده وقتها جات متاخره بعد ما تفكت الكره، وهذا السيناريو يتعاود من اول المقابله مع زول السليتي وتسعه ملاعبيه في الخط نتاعهم تقريبا في الدفاع، ولو النتيجه ثقيله يلزم يغير لوفيك، يغير
شويه من الخطه نتاعو يقدم بعض اللاعبين يحاول يرجع نوعا ما، لانه نقول انه النتيجه محسومه بصراحه للترجي، ولكن لابد على الملعب التونسي فريق كبير وعريق، لابد عليه انه يخرج شويه ويحاول يهدد مرمى الترجي ويوري اللعب نتاع الملعب التونسي اللي متعودين به. كره للترجي خالد القربي في اتجاه وسام الترجي في الصف الخامس، وسام الترجي وبعيده قريبة جدا من مرمى الحارس رامي جريدي، وان شاء الله اللقطة توضح شو اخر اللقطة هذه، الباس وراء المدافعين، الدفاع بتاع الملعب التونسي كل عمل الخط حاب يلعب لرجوع، العياري ايمن العياري قعد في التغطية، وهذه توضح انه ما فماش تفاهم بين الدفاع الاربعة مدافعين، شوفوا هنا دفاع تقدم الدراجة الكرة، شوفوا وين ايمن العياري، ايمن العياري في التغطية تقريبا 4 متر وراء الدفاع. الترجي كالعاده في الهجوم، في الهجوم رغم الاسبقيه الكبيره، رغم الاسبقيه الكبيره باقي الترجي هجومي 100%، قاعد يمشي برشا للاتاك لاسبيرونس، قدام الملعب التونسي اللي مازال كالعاده ما قاش التوازن نتاعه بصراحه، تعبوا الترجي على المستوى التحكم في الكره والسيطره عليها تعبوا، جرى برشا الملاعبين نتاع الملعب التونسي جراوا برشا ورا الكره، فبدنيا تعبوا، مع نتيجه ذهنيه تمسوا حتى معنوياتهم، وبالتالي تحكم كبير للترجي الرياضي في مجريات الشوط الثاني هذايا، ما نجم نتكلموا على حد بالنسبه للملعب التونسي اللي كيما تكلمنا قلنا عنده امكانيات ولكن ما ظهرهاش لحد الان. فرنسي باتريك لوفيكا استعد لاقحام حسام الدريدي رقم 27. الخليل شمام كالعاده نشيط على الجهه اليسرى. اسامه الدراجي، اسامه الدراجي في اتجاه بلال بن ابراهيم ممتازه جدا وتالق الحارس رامي جريدي، تبقى الكره خلف المولي يوزع خالد المولي، كرة في اتجاه ممتازة جدا، الهدف الخامس، الهدف الخامس لدرامان تراوري، ممتازة جدا العملية، هدف خامس مستحق للترجي، ممتازة جدا تصويرها. السهل الممتنع، السهل الممتنع بصراحة، الهجمة سهلة برشا ما فيهاش صعوبة، وسهلة صعيبة لو في الكورة، لأنه اللعبة بن ابراهيم للمولي للمولي بن ابراهيم وتسديدة وتألق رامي جريدي وفي الأخير يلقى دراماني رقم الأربعة بكل اندفاع بكل اندفاع دراماني ماركي الخامس، شوف أنا ما خافش دراماني غطى بدنه وحط راسه على الكورة وماركي الخامس، يسحق دراماني على ماركي البونتو هذايا ويسحق الترجي الانتصار العريض هذايا، ديمونستراسيون بصراحة، فما واقعية في اللعب وفما فرجة وفما نجاعة كبيرة، رغم أن الترجي متقدم بأربعة مشى للهجوم ولوج على الخامس، هي عقلية وهي تفكير رسخوا نبيل معلول في ملعبية الترجي وراو فرجة كبيرة ومتعة كبيرة، الملعب التونسي تقريبا ونهاية المباراة، نهاية مباراة الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي هنا في الملعب الأولمبي بالمنزة بنتيجة 5-0، نذكركم بالأهداف، الهدف الأول حمل توقيع يوسف المسيك دقيقة 28، الهدف الثاني مجدي تراوي 42، الهدف الثالث حمل توقيع أسامة الدراجي دقيقة 74، دقيقة 59 يوسف المسيك يضيف الهدف الرابع، ودرامان تراوري النجم المالي الهدف الخامس في دقيقة 73، نتيجة مستحقة لفريق الترجي سمير. مستحقة بدون جدال، وتكلمنا عنه الترجي سيطر من البداية إلى النهاية تقريبا، من الدقيقة الأولى دقيقة 80 الترجي يتحكم في النسق، آخر 10 دقائق سير الترجي المقابلة بعد الخمس أهداف، مقابلة نظيفة، مقابلة فيها برشا روح رياضية بين اللاعبين وبين الناس الكل. إذا كما قلت الترجي انتصر اليوم، الترجي عزز رصيده في المرتبة الأولى برصيد 43 نقطة. إلى كل معنا على زميلة زياد الزويقي لحفت ميدان ملعب المنزة، لك الخط زياد. شكرا لك عبد الرحيم. معايا مدرب الترجي التونسي سي نبيل معلول، اليوم شفنا أداء ونتيجة سي نبيل. والله عندنا مدة نشوف في الأداء والنتيجة، يمكن النتيجة ما تبعتناش مباراة باجة مباراة قفصة، لكن أداء الترجي الرياضي التونسي كان ماشي في تحسن من مباراة إلى أخرى في نسق تصاعدي، الحمد لله معناها الشيء اللي قلته هو بيدو، ما خرجناش على العادة، نخلقوا فرص ونسجلوا، ماتش باجة خاصة قفصة أقل شوية خلقنا فرص وما سجلناش، اليوم سجلنا، المباراة الماضية سجلنا، الحمد لله أهم شيء هو الترجي الرياضي قاعد يفوز وقاعد يقنع. شفنا بعد نجم نقولوا زوز عثرات ضد الاولمبي البيج وقفصه هنا في تونس، ردة فعل كبيرة للترجي 3 بلاش يساقس واليوم 5-0. الحمد لله الحمد لله، معناها صحيح عثرات
هم اذا كان تاخذ بعين الاعتبار النتيجه والاربع نقاط اللي خسرناهم، لكن المردود انا نعتبره كان لاباس به، خاصه في مباراه باجة، لانك لما تخلق تسعه فرص سهله سانحه للتسجيل ما تسجل منهم حتى واحده صعيبه شويه، لكن اليوم الحمد لله صعفنا الحظ وسجلنا معناها فرص اللي جاتنا. شكرا لك سي نبيل، هذا كان مدرب الترجي سي نبيل معلول.